أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر الإحسان، والتي نحاول من خلالها رصد واقع أشخاص ضاقت بهم السبل ويعانون في صمت. نخبركم مشاهدينا أنه يمكنكم التواصل مع أصحاب هذه الحالات بشكل مباشر عن طريق هواتفهم، وطاقم البرنامج لا يتدخل إلا في حال تعذر ذلك. كما ننوه أننا في هذا البرنامج ننقل الحالات بناء على تصريحات أصحابها، ولا نتحمل مسؤولية ما قد يعتريها من عدم الدقة أو حجم إرادي للحقيقة. لنتابع حالات من مدينتي العيون والسمارة. انا معطوني حجيبه مزوجه وعندي 5 ديال الوليدات، يعني 3 الوليدات عايشين معانا وجوج في الداخل، لان ما حالتنا دابا ما يمكنش نجيب الوليدات كاملين. الوليدات جوج عايشين مع الوالده ديالي. كنا عايشين بخير وعلى خير الحمد لله قبل ما الزوج ديالي مرض. كان بخير خدام نادي في واحد القهوه، شويه تصاب واحد المرض في رجله. ملي تصاب داك المرض مره ولا كيخدم مره ما كيخدمش لا حساب. صافي كان عندنا ديك الساعه غير الدراري بربعه، شويه دازت البنيه. ملي دازت البنيه دازت مريضه مرض نزيف في الراس، كان عندها نفخ على برا ميكروب نفخ ليها وجهها كله. دابا الحمد لله شويه. انا غير بالنسبه طلعتي بنتي كتجيب لي البكا، حتى نشوف بنتي كتضيع قدامي وانا ما في حاليش، ما عندي لا خدمه ما عندي مدخول، الزوج ديالي ما بقاش خدام، كتقطع على بنتي. خايفه شي نهار بنتي لا قدر الله نفقدها ولا توفى بسبب هذا المرض هذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني صعيب حتى شي واحد ما غيرضى انني يشوف بنته كتموت قدامه، ما عندوش الجهد وما عندوش كيفاش يوصل داك الابن ديالو كيشوفه كيضيع قدامه. وكنتمنى من شي محسن شي سيد اللي وقف معايا. انا ما بغيت منكم والو، انا بغيت شي حد اللي يتكلف بالحاله ديالها، شي حد اللي وقف معايا ويهز معايا وريقات ديال بنتي ويمشي هو يشوف هاد البنت هادي اشنو المعاناه ديالها اللي كنعاني معاها. يا لي ميسار كمسكان العيون، طلقه عندي ولدي وتم. كنت ديك الساعه ما فتي عمرت، كنت نخدم نتحرك شوي وكل شيء، ومنين مرضت لا اله الا الله على محسنين والناس توف هما اللي كيرفعوا علينا. ولا نجرح كراعي هذه اللي يصرع عند الصبع الكبير، سبحان الله راه شي بسيط لا بون التيف. وقمت ما سهوكت ويا ما غادي اللي فيه، هي قبضتني واحد الحماشين شينا شينا ما جد عليك. عدت نرقد فوق البونجي ودار عليا 6 7 لا نرتعد. وصاي تلفنت على شي من الناس داوني الطب او قبضوني ما بغاو يرخوني. تمو بعد على التحاليلات وعلى دوك لي باري وعلى دوك الدقات لين بقيت صافي. وصاي قالوا لي عندك ميكروف من جاك من السكر. وصاي جبروا عندي السكر ماني طالع، جبروا عندي 5. وصافي منين شافوا ديك الحاله
قالوا لا تقطعي كراعك وصاي، عقبت سنيت وقطعت وصاي وتوكلت على الله وصاي. الله حياتنا الذي هي. نطلب من المحسنين أنهم يعاونوني في هذا المرض اللي أنا فيه دريك، والله اللي فيه مرض السكر وفيه الطانسيو والكلو، دائما يقولوا تحاليل تحاليل، والله ما قدرتهم يا راه مطروحين ما فدرتهم. نطلبكم وني بغيت اللي عندي كراك راني نتا منعدل بها الشيء في داري، ما والله بعد شي برا ما تلينا قادرين نعدلو، غير لا لا عاد شي بعد فداك وعندك الزحيف ويجي على ركابي والروماتيس والبراد كتلتني، والله راه قرعي ليت ما خيطو، والله بيه الا داك الزحيف داك الماء. ولا هذا كنطلب منكم في هذا الشهر، هذا الشهر الفضيل عند الله تعاونوني، هذا اللي كنطلب منكم عند الله. أنا اسمي مصطفى شرفي، ساكن بالعيون قريب من مدرسة العرفان، عندي أولادي 6 ركا الحمد لله متجوز لله الحمد، عايشين الحمد لله ما خاصنا شيء، عايشين بفضل مولانا والمحسنين جزاهم الله خير والمحسنات. انا عندي عمليه نعدلها على كراعي، ومن العام الماضي وانا نقاني وسط الاطباء، ومن العام الماضي وانا نقاني لها كلفني الاطباء ب 17 مليون ولا يفتاقتي، ومن العام الماضي وانا نقاني من عند المحسنين الى حد الان ما فات كمل المبلغ اللي باقي الطبيب باش نعالج راعي، نعود نخدم عليها وتريكا صغيرين اللي ما عندهم حد يجيب لهم شيء، ما هم مولانا وانا، ونطالب بجزاهم. داير المحسنين جزاهم الله خيرا، ان نطلب منهم عنهم اذا قدوا يساعدوني كملوا لي هذا المبلغ 17 مليون جزاهم الله خيرا في هذا الشهر الفضيل، يقبل منا ومنهم وفاعلي الخير وفاعلات الخير، الله يجازيهم عنا خيرا. رقمي 06 66 38 66 94. قال لي المحجوب الذهبي، والله انا متزوج وعندي 5 ديال التركة الحمد لله، وساكن هون في شارع طنطان في حي الفتح، وعايش الا مع معاونه المحسنين الله يحسن عليهم ويجازيهم في هذا الشهر المبارك. عاد لي زمان تبع على عينيه فقدت الشوف ديالهم، ما تليت نشوف والله، ومر قالت لي ومشيت متبع مع دكتوره كاينه في الرباط،
ودرت سابق رمضان درت جوج حصات خلصهم عليا المحسنين ومشيت درتهم في الرباط والله. وقالت لي عندك امال في اليمنيه في هذه، قالت لي دراك الا تبعت راي دراك داري لي باندا، قالت لي باش كان داك العروق يحياو يدور فيهم الدم. وقالت لي دراك عاقب رمضان الا قديت تجاني شوي تجيني، قالت متبعه لي، قالت لي خاصني ندير واحد لي ريم ديال الشبكه باش تعرف العروق باش ما باش ما العروق على ما يدور فيهم الدم، قالت لي هذا العرق شوي او قالت لي خاصك دير واحد لي ريم، عطاتني ورقته وخاصك جوج حصات مبلي ديال الكوي ديال الليزر، جوج حصات قالت لي خاصهم شي 52 وشوي بجوج شي 26 ولي ريم بشي تا هو لاحق 60 وشوي. انا دراك مات لي دراك عدت ملي هذه درت هذا تلاو لي هاد الحصات اللي سابق رمضان عدت الحمد لله نعرف الليل من النهار الى طلع الى الشمس الحمد لله الى مرات نعرف النهار ونعرف الليل. كنت قاع في الظلمات كنت ما نشوف والو سبحان الله. تنطلب من مولانا ومن المحسنين في هذا الشهر المبارك الله يزازيهم ويحسن عليهم اللي قد يعاونين مشي كاني ندركها. هي قالت لي راهي خاصك في اقرب وقت خاصك دير هاد الجوج لايزر حيت درت اربعه الحمد لله، قالت لي اقرب وقت خاصك دير هاد الجوج. كنطلب من مولانا ومن المحسنين وكامل اللي عاوننا واللي ما عاوننا عاون عرب الدعاء الله يزازيهم ويحسن عليهم. كاني نقد نمشي عقب رمضان نعدل هاد الحصات ويجيب مولانا الشفاء. كان قد انسان يخدم على وليداته، عندي خمسه ديال التريك الحمد لله، قد الإنسان يخدم على وليداته مازال الحمد لله تريكة صغار يبغوا لباس العيد ومازال المحسنين مساكنون الله لا الله يزازيهم والله شي مسكين يشرينا الخضراء شي مسكين الله يزازيهم أحسن عليهم. أو التليفون اللي بغى يعاوننا الله يزازيه وحسن عليه ويديرها في ميزان مقبول، رقم تليفوني هو 06-72-55-12-79 06-72-55-12-79 اللي قد يعاون الله يجازيه واللي ما قد الله يجازيه وراه مولانا لا يضيع اجر المحسنين في هذا الشهر المبارك الله يحسن عليهم. أنا إبراهيم السهل من سكان العيون الوفاق قرونجي، عندي ثلاثة الأبناء متزوج وما خدام وما ردام وغير المحسنين اللي كيحسنوني، مرة نجيب مرة ما نجيب، وعندي المشكل ديال الطونسيو ديال العينين. كيضروني عينيا وراسي، مشيت عند طبيب ديال العينين وملي مشيت عنده درت فحص طبي وقال لي عندك مشكل في الشبكه ديال العينين وها الطونسيو الا ما الا ما الا ما درتي لي عليه عمليه راه بقى يتزاد. وقلت وملي سولت الدكتور شحال باش تقام هذه العمليه قال لي بين مليون حتى المليون ونص. ما درت العمليه حيت ما حتى لدابا ما درتهاش، ما كاينش الجهد ليها، وكنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا باش ندير هذه العمليه باش توقف هذا الصداع ديال العينين، ما كيخلونيش نعس. الله يرحم بها الوالدين، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. الله يرحم والديكم. الرقم ديالي هو 066-40-57-71 066-40-57-71 إن الله يرضى أجر المحسنين. أنا فاطمة الساحلي ساكنة في العيون في السوق الجمال. أنا عندي 4 الوليد،
با وما مره خدام مره ما خدامش، راه حنا ساكنين غير على قد الحال. عندي البنت مريضه شحال هذه فاش مرضات مسكينه، دينا لها قادير، طلبنا الشبكه، درنا ليه الشبكه، سيفنا من قادير لمراكش، نعسات 6 شهور في مراكش. ملي دوزنا السكانير في مراكش طلبونا، قال خاصة الدريات تبعو مع الطبيب النفساني. تقريبا درنا التحاليل وكلشي اللي قلنا للطبيب، خسرنا فيها 6 مليون اللي خسرنا في المشكل ديال الدريه. ودابا خاصها مازالت تعالج مسكينه، ولكن الفلوس انا ما بقاش باش نعالجها مسكينه. الدريه لها مريضه مسكينه، كنطلب المحسنين يعاوني في هذه الدريه، بغيت نعالجو ما بقى عندي باش نعالجو. الله يرحم الوالدين المحسنين اللي شافوا يعاون هذه الدريه مسكينه. الله يرحم والدين. الرقم ديالي راه غيكون في الشاشه، الله يسهل عليكم. رشدي عبد الحكيم، مدينة سمارة، مزوج، عندي 3 وليدات، عندي حالة المرأة مريضة، وكنت خدام مزيان على خير وبخير. طاحت لي المرأة، وقعت أم بان، صافي ما بقيت لا كنخدم لا كنخدم. هذه 4 سنوات وأنا قاعد دابا في حالة لا يرثى لها. ملي طاحت مرضت ديتها في السبيطار، دوزتها قالوا لي دير لها سكانير، ديك الساعة طاحت بالمرارة، ومشيت ديتها للعيون درت لها سكانير. ملي جا دوزت المرض دارت العملية على المرارة، نجحت ولا جات للدار بخير وعلى خير. دوزت واحد 4 شهور وهي تطيح، طاحت رجعتها للسبيطار قالوا لي ديرها خاصة تمشي تشوف طبيب الاختصاصي ديال الاعصاب وديال القلب والراس. انا ما بحاليش، رجعتها للدار بقات معايا في الدار بقات هكاك حتى لواحد الوقت طابت، هبطت من الظهر ديالها ولات حفره في الظهر ديالها. صافي انا ملي شفت ديك الحفره مبقيتش عليا، ما عنديش لا كروسة، ما عندي لا فاش غادي نديها، ما عنديش لا غادي يعاوني لا الله سبحانه وتعالى. من ثم صافي بقيت في الدار طابت وليت ديتها بغازي. جاو مشيت عند ناس هزو معايا، وصلت للسبيطار عطاوني شي دواء، بقيت كنعالج فيها لحد الساعة. مازال داك الطبيب هو اللي الحالة ديال المرض ديالها اللي طيح السبب ديال باش طاحت ما عرفتوش أنا شنو. دابا كان عاجز غير الطياب، باش ما ديتها من الامكانيات والظروف ما مساعدانيش. انا ما كنخدمش وما بقيتش خدام والامكانيات ما مساعدانيش، وعندي البنيته صغيره ما قدرتش نسمح فيها، وجه الغالب الله جدير جدير الله. بقيت كنشوف فيها هي طايحه وانا كنشوف فيها. لا المحسنين كنطلب من الله والمحسنين واللي شافوني واللي كيعرفوني يعاونوا هاد ما انا ما اللهم لك الحمد العيش، راني عايش خصني غير هاد المرة تشافى. هذا هو الطلب اللي كنطلب من الله والمحسنين يعاونوني فيه. هاد المرة خصها تمشي تشوف الطبيب، تحاول بعدا نشوف شخصه غير الامراض ديالها، نشوف شنو واش يمكن لها تعالج ولا ما يمكن. اذا كانت مكتوبه عند الله ما تعالجش، راه مع الحمد لله ونشكره. كان شي حاجة اللي تعالج نطلبوا من الله والمحسنين يعاونونا باش نشوفوا هاد المرأة.
إلى هنا نصل إلى نهاية برنامجكم جسر الإحسان لهذه السنة. نشكر لكم تفاعلكم، ونتمنى من العلي القدير أن نكون قد وفقنا في أن نكون جسرا بين المحسنين والحالات المعروضة. لا تنسوا أنه يمكنكم استمرار الاطلاع على هذه الحالات على صفحتنا على الفيسبوك. تقبل الله منا ومنكم خالص الطاعات، وإلى اللقاء.